السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الناس اللي الأبراج بتفرق جدا في حياتهم وعندهم هوس بالأبراج ومهمة جدا عندهم. لو هتختار عريس تشوف برجه إيه، لو البرج طبعا مناسب لبرجها هتاخده، لو الصفات اللي في البرج كويسة تاخده، إيه لو قالوا النهاردة جوزك خانك في البرج تصدق أي حاجة ماشية ورا الأبراج. تعالوا نشوف الحلقة هنقول فيها إيه. الأبراج بتقول إن برج محمد جوزي ده حب جديد يخوني. أنا كنت حاسة، أنا كان قلبي حاسس بس كنت بكذب نفسي. لما كلموا الخاين ألو طلقني طلقني، انا مش هعيش معاك ولا دقيقة. طلقني يا خاين يا رشاش من غير ما تفهم في ايه. مفيش كلام تاني بينا خاين. اصلا انا من الاول قلت الجوازة دي مش متوافقة مع بعضيهم، انا برجي مش مناسب برجك. لو سمحت طلقني، وانا دلوقتي هكلم مامي وبابي وهكلم اهلك ييجوا عشان يعرفوا ان انت حد خاين. يا خاين ما تحس اللي بينا انتهى، انا لازم اتطلق. انت انسان خاين، اعيش معاك ازاي؟ اعيش معاك ازاي وانت خاين؟ انا مقدرش اعيش مع واحد زيك. سلام. اتصل بمامي. الو ايه يا مامي؟ بعيط لي يا مامي، بعيط من محمد بيخوني يا مامي، بيخوني الحقيني يا مامي. اتي بابي وتعالي يا مامي. مش عادة مش عادة لما اتطلق، طلقوني منه طلقوني منه، مش عايز معاه تاني. لا يا مامي انا متأكدة ان هو خاين، انا مش عايز معاه. لا يا ماما خلاص، يلا يا ماما بسرعة، هاتي بابا وتعالي، لازم تشوفوني حي، لازم يجي من الشغل لقيكوا جايبين المأذون وتطلقوني. متأخريش عليا يا ماما، وانا هكلم دلوقتي بابا ومامته وهكلم اخواته وهكلمهم كلهم وهفضحهم وهفضحوا الخاين الغشاش. يلا يا مامي باي. بكلم مامته. الو ايه يا طنط؟ شفتي محمد عمل فيا ايه يا طنط؟ محمد بيخوني يا طنط. هو ايه اللي ازاي يا طنط محمد بيخوني؟ لازم تجيبي عمو وتيجي دلوقتي، انا مش هكمل معاه ولازم اتطلق. انا كلمت بابي ومامي هيجيبوا المأذون. مش ههدى يا طنط، مش مصدقيني مش مصدقيني. اتصلي بيه اساليه خاين غشاش، مش عايش معاه تاني. بعد اذنك يا طنط كده عمو وتعالي دلوقتي. يلا يا طنط باي باي. بعيط من اللي اخوك عمله فيا، اخوك بيخوني. هو ايه اللي بقول ايه؟ وابونا كل ما اكلم حد يقولي انت بتقولي ايه؟ ايوه اخوك بيخوني، ولو سمحت تيجي دلوقتي. ايوه انا اتصلت ببابي ومامي واتصلت بباباك ومامتك وهيجوا، وانت كمان تيجي دلوقتي تحضر الموضوع. انا مش عايش معاه تاني خلاص، انا لازم اتطلق منه، انا مش هعيش معاه ولا يوم واحد. محدش يقولي ايه دي، كل اللي بتقولوا له ايه دي. انا بتوتر اكتر. انا من الاول اصلا كنت عارفه ان برجي مش موافق برجه، وان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. يلا بسرعه لو سمحت، متتاخروش عليا عشان لازم اتطلق النهارده. باي. الو شفتي يا باهي؟ شفتي اللي حصل؟ محمد طلع بيخوني. شفتي يا باهي اني كان عندي حق؟ انا قلت لك برجه مش موافق برجي، وكنت رافضه الجوازه دي، وانتوا اللي قلتوا لي هو حد كويس وما تضيعيش الفرصه دي من ايديكي. اهو بيخوني. اه طبعا متاكده، انا غلطت يا باهي، اتدمرت. انا ما قصرتش معاه في اي حاجه، انا عملت معاه كل حاجه كويسه. لا يا باهي انا متاكده، خلاص مش هكمل معاه. لا يا باهي لازم اتطلق، لازم بابي ومامي يجوا خلاص يطلقوني. ايوه انا واجهته واجهته، وهو قاعد ينكر ويقول لي انت بتقولي ايه، انا مش عارف انت بتقولي ايه، بس هو بيكذب طبعا. الو ايه يا عبير؟ شفتي اللي بيقولي؟ تعالي دلوقتي
طلع بيخوني. ايوه تمام متأكد. انا هفضحه قدامهم كلهم عشان يعرفوا ان هو خاين، عشان يعرفوا ان انا كان عندي حق. عرفت منين؟